مرحبا بكم. نعيش بدنيا العجائب، فما كان دواء بالماضي أصبح الآن من المشروبات، وما نستخرجه من بئر بترول يصبح من أدوات التجميل. وفي هذا الفيديو سنتناول 7 أشياء صنعت لأغراض مختلفة تماما عن التي نعرفها. ولكن أولا مشاهدين الكرام، دعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا كوكاكولا. أصيب الكيميائي الأمريكي جون بيمبرتون بإصابة بالغة أثناء معركة كولومبوس، فأكثر من تناول المورفين لتسكين آلامه حتى أصبح مدمنا. وفي عام 1866 بحث كثيرا عن علاج لإدمان المورفين وإعادة تركيب الشراب الشهير في أوروبا في ذلك الوقت والمسمى كوكا، وصنع منه شرابا جديدا يحتوي على مزيج من المكونات الفعالة لجوزة الكولا وأوراق الكوكا وأيضا زهرة الآلام أو باسيفلورا، وأطلق على هذا المشروب الكوكا كولا، أي أن هذا الشراب كان يحتوي على نسبة عالية من الكحول والمواد المخدرة. كانت تباع طوال سنوات للطبقة الغنية بهدف الحد من التوتر والضغط، وعلى مر السنين تم استخراج المواد المخدرة من المشروب وتحول تدريجيا للمشروب الذي نعرفه بالوقت الحالي. ثانيا سيفن أب. من يتذكر هذا المشروب؟ كان يحتوي هذا المشروب في بداية إنتاجه على مادة الليثيوم، وهي مادة يستخدمها عادة الأطباء في الطب النفسي لما تحدث من تحسين مزاج المرضى. انتشرت الإعلانات الخاصة به تحت عنوان حسن مزاجك دون أن يعرف المستهلك تأثيره، ومع الوقت تغيرت مكوناته تماما كالكوكاكولا وأصبح سيفن أب الذي نعرفه بوقتنا هذا. ثالثا فقاعة النايلون، الفقاعة الهوائية. والآن قد جاء الدور على حامية الأشياء القابلة للكسر الفقاعة الهوائية، لكن الغرض من إنتاجها كان مختلف تماما. اخترع الفقاعة الهوائية الشهيرة المهندسان ألفريد فليدن ومارك تشافان في عام 1957 بالولايات المتحدة الأمريكية. الهدف منها في البداية أن تكون خلفية ثلاثية الأبعاد للحائط، ولكن لم تسر الأمور على النحو المطلوب ولم يرغب الناس في وضع تلك الفقاعة على الحائط. وبدلا من بقاء هذا الاختراع طي النسيان، استخدم بشكل مختلف تماما وهو حماية الأشياء القابلة للكسر. والآن أصبحنا نستمتع أيضا بفرقعة تلك الفقاعات، فمن منكم يحب ذلك؟ رابعا كورن فليكس. نتناول الكورن فليكس غالبا في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة أثناء اليوم. في أواخر الثمانينيات كان هناك معتقد سائد حتى تحصل على صحة جيدة وجسم سليم كن نباتيا، ومن أجل هذا قام الطبيب جون هارفي والذي عاش يتبع حمية غذائية نباتية مبتعدا تماما عن أي لحوم أو دهون بالبحث عن طعام جديد ولذيذ. وفي أحد الأيام أعد جون العجين عن طريق وضع دقيق القمح في إناء مغطى كعادته، وأثناء ذلك حدث أمر طارئ اضطره لترك الدقيق المطبوخ في الإناء، وعندما عاد مرة أخرى وجد أن العجين قد تغير شكله ورائحته ومظهره. في البداية اعتقد أنه تلف، ولكن بسبب ضعف الميزانية المخصصة للطعام قرر أن يكمل صناعة الطعام بنفس العجين، وذلك عن طريق تقطيعه قطعا صغيرة وتسويتها. وبمرور الوقت أصبحت تلك الوجبة تسمى بكورن فليكس، أي رقائق الذرة. خامسا العلكة. بدأ الأمر في خمسينيات القرن الثامن عشر عندما ذهب جنرال مكسيكي يدعى توماس آدامز إلى الغابة لجلب قطعة من شجر المستقي أو الميستيكا، بناء على رغبة مخترع أمريكي كان يبحث عن مطاط قوي وصلب لاستخدامه في مجال الصناعة. ولكن هذا المطاط الذي جلبه توماس كان لينا للغاية، وبعدما قام توماس بمضغه بفمه طرأت له فكرة رائعة. وبعد فترة قصيرة تعرف العالم على العلكة لأول مرة وأنشئت المصانع الخاصة بها. سادسا فازلين. في منتصف القرن التاسع عشر كان عمال حقول النفط في حالة حرب مستمرة مع المواد اللاصقة التي تراكمت في مضخات منصات النفط. طرأت فكرة في رأس الكيميائي البريطاني روبرت تشيز برو في هذا الموقف، أخذ قطعة من الزيت اللزج وأجرى بعض الأبحاث ووجد أنه مفيد بالفعل للجسم وفي مداوات الجروح. وهكذا انتشر الأمر وأصبح الفازلين مستخدما في مجال الصحة والأطعمة. ولكن الأمر تغير لاستخدامه بعد ذلك في التجميل، فلو كنتم تعيشون وقت اختراع الفازلين هل يمكنكم تناول ملعقة منها؟ سابعا فتاحة زجاجات الشراب.
لدى فتاحة زجاجات الشراب تاريخ قديم أيضا، لا يعرف أين ومتى ومن الذي استخدمها في فتح زجاجات الشراب، ولكن يعتقد الجميع أنه ربما تكون ظهرت تلك الفكرة في إنجلترا، استخدم قديما من قبل الجنود بالحرب لإخراج الطلقات الفاسدة من الأسلحة، وكان لها هذا الشكل البسيط كما ترون، والآن تطورت لتستخدم في فتح زجاجات الشراب. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.